السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأطفال، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا. السيد باذنجان معنا اليوم، السيد زيتون. ممكن أن تعرفنا بنفسك سيد زيتون؟ أنا من الأشجار المباركة، ورد ذكري في القرآن الكريم، وأنا بيضوي الشكل ولدي لونان الأسود والأخضر. طعمي فيه القليل من المرارة، ويستخرجون مني زيت الزيتون. أين تتواجد؟ يعود أصلي إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وخاصة المنطقة الواقعة بين أضنة في تركيا وشمال غرب سوريا، التي تعد الموطن الأول لشجرة الزيتون، سلسلة الجبال الساحلية السورية، وصولا إلى منطقة جبال نابلس في فلسطين جنوبا. وعلى ماذا تحتوي؟ أحتوي على معظم الفيتامينات A, B, C إلى آخره. وما هي أهميتك الغذائية؟ من خصائصي أنني مغذٍ، ملين، مدير للصفراء، مفتت للحصى، حارب للإمساك، مفيد لمرضى السكري. كما أنني أفيد في حالات الخراجات والدمامل وفقر الدم والأكزيما وتشقق الأيدي من البرد والسيلان الصديدي وسقوط الشعر والعناية بجلد الوجه والجسد. وهل من موانع لتناولك سيد زيتون؟ أجل، يمنعون أكلي في الحالات التالية: زيادة معدل الكوليسترول في الدم، تصلب الشرايين، ونشاف العروق، أمراض الكلى، أمراض الكبد، وخاصة اليرقان، أمراض القلب، البدانة. وهل من معلومات أخرى تفيدنا بها؟ أنا المصدر الأساسي لزيت الزيتون، وله أهمية كبيرة، فهو يساعد على تقليل مخاطر أمراض القلب، ينظم الكوليسترول في الجسم، يكافح الجلطات والنوبات القلبية، يطري الجلد عند دهنه عليه ويقوي الشعر. أشكرك سيد زيتون على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا لك سيد باذنجان.